تواصل مملكة البحرين استعداداتها لاحتضان النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي روتس وورد 2024 الذي سيقام في الفترة من السادس وحتى الثامن من الشهر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور نخبة واسعة من صناع القرار والمؤثرين في صناعة الطيران وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض إن استضافة معرض ومؤتمر روتس وورد 2024 هو شهادة على بروز مملكة البحرين كلاعب مؤثر في صناعة سياحة المعارض ومركز عالمي رائد في قطاع الطيران وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني. مؤكدة أن التنظيم الناجح لمثل هذه الفعاليات الرئيسية يسهم بشكل مباشر في ترجمة استراتيجيتنا السياحية 2022-2026 على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالتزامنا بجذب أبرز المعارض الدولية الى مملكه البحرين واضافت سعاده الوزيره ان هذا الحدث سيشكل فرصه مهمه لنا لتسليط الضوء على المقومات السياحيه المتميزه لمملكه البحرين لا سيما مع اختيار المنامه كعاصمه للسياحه الخليجيه لهذا العام حيث سيشكل تواجد عدد مهم من صناع القرار في مجال الطيران والسياحه فرصه هامه للتعريف بالمملكه كواجهه حضاريه وعصريه تضم العديد من المعالم السياحيه المتنوعه